نروحو لكلاس نيميرو 2، هو يحكي على لي ريبتيل وشنو فئة الزواحف. قال لك سون تيراستر، اش معناها يعيشوا في الارض؟ بوسيدو ان بومونس، عندها كي بوسيدو ان بومونس، عندها رئتين، او بيا دي بومونس عندها رئتين، بون دو دي زوف او تير اي سي زوف ديفلوبمون دي زانيكس امبريونير. واش قال لك؟ قالك تضع البيض تاعها على الارض، على الارض، ويتطور هذا البيض مع الزواج الجنيني. واش معناها؟ معناها تكون عنده السابيه للحمايه، السقاء لتبادل الجهاز التنفسي الاحتياطي، وتغسيل النفايات، والحويصله السريه التي تحتوي على صفار البيض. الحاجه الاخرى ثاني نو عفوا نو سكوبو سكوبو با دو جين، قالك لا تعتني بالصغار هذا الزواحف، صح. والحاجه الاخرى ثاني نو ريغولو با لا تمبيراتور، ما تقدرش تنظم الحراره تاعها، اذا هي من البواكي لو ثيرم، بواكي لو ثيرم، نوعيه بواكي لو ثيرم كيما لي كلاس اللي هضرنا عليه من قبل. ايل بوسيدو ان كات ممبر ترانسفيرسو افيك 5 دواغ بور شاك بات، قال لك عندها 4 أعضاء عرضية مع 5 أصابع لكل ساق، صح. صح، يوجد بعضها لا يملك أعضاء وينام مثل ثعابين، صح. il possède à point ورانا il possède il a un corps allongé et dents homodont. قال لك عندها جسم ممدود واسنان متماثله. il possède un cou، عندها عنق. لور تات اتري موبيل، قال لك الراس تاعها يتحرك دائما يدور يسر. في كونداسيو انترن ال 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 سموه الكونداسيو تاعها انترن، صح. التخصيب تاعها داخلي. لور كاربو لور كاربو اي كومبلكس مي بوفر ان كونتر داسوسياسيون، قالك لور كاربو، قالك دماغه معقد لكنه فقير في مراكز الارتباط. او ان سيركيلاسيون بلومينير اي جينيرال مي le ventricule de cour ni tombe pas totalement choisionnaire. واش معناتها؟ عفوا كلوازيونير، صح. قالك لكن قالك هو واش عندها؟ قالك عندها اللور وراها هنا، ولا هنا قالك اصلا عنده هو في الزواحف لديها دوران رئوي وعمومي، لكن البطين في القلب غير مقسم كليا والدائرتان متلاصقتان الى حد ما، صح. ثاني هنا لابو الجلد اي بيبر اون جلاند، قالك الجلد ما عندوش فيش الغدد، صح. وبالتالي فهو الجسم تاعه تلقاه جاف للغايه، ويفرق قشور البشره القرنيه، صح. لا ريبتيل مويو سوا با دي ساك ديس كاماسيون، وش معناتها هذه؟ معناتها قالك تتكاثر الزواحف اما عن طريق التقشر، صح. سوا باغ لي لانتيغرال، سوا باغ لي لانتيغرال، قالك تتكاثر عن طريق هكذا، سوا باغ لي انتيغرال. واش معنات هذه لانتيغرال؟ قالك هو عن طريق الرمي. بوسيدون كلواك، عندها بالوعة. سوريبتيل ايفوبير، معناها راه بايضة. لي زوف ريش في تيرس البيض، غني بصفر البيض.
ولو ديفلوبمون اور دو لو، قالك التطور تاعها يكون في الماء. هذا واش كاين في هذا الكلاس. نروحوا للكلاس نيميرو 3 هو اللي يحكي على ليوازو، فئه الطيور. فئه الطيور هذه نحكيو عليها بصفه عامه. قالك تري اوموجين، قالك متجانسه جدا، صح. قالك ثاني هذه ليوازون سون دي فيرتيبري موني دي بلوم ايون كران ديابسيد. واش معناتها؟ معناتها طيور من الفقاريات المجهزه بالريس ولها جمجمه ضيقه. لو تيب دي بلوم مش عندنا ثلاثه، عندنا الدوفي وعندنا التاكتريس وعندنا البينيس. البينيس والدوفي هو اللي دوفيت هو عز الحراره، والزاوج سموه التاكتريس والوصلات ريس صغير يحسم الجسم ويحميه من الاحمال، والاخير يسموه البينيس ولا الاقلام الريش كبير مستخدم في الطيران، صح. او ان باك كي رومبلاسي لي دونت، عندها منقار في بلاصه الاسنان. لي بات سون كوفيرت دو كي ايبي ترميك اي sont munis d'encre. وش قال لك؟ قال لك لي بات كذا كذا كذا، الساقين مغطاة مقاييس البشرة ولها مسامير، صح. حاجة أخرى لا بو إي فان إي سيج، لا بو قال لك إي فان إي سيج. وش معناتها؟ جلد الطيور على شقول يجي على ما يرام وجاف. عندها ثاني انسول كلوناد، عندها غده واحده واللي يسموها الاورو بيجيان. ها هي سيكوريتي دون كريس كو لوازون ايطاد سور سون بلوماج، قالك غده واحده يفرز الدهون الذي ينتشر على ريش الطيور، صح. ممبران، قالك ممبران الاعضاء البوستريون الخلفيه sont adaptés à la stature du pied. الأطراف الخلفية مكان الرجلين، والأطراف الأمامية sont adaptés à مكان الطيران. Ils forment des ailes، عندها أجنحة. Le doigt عندها ثلاث كما نقولوا، صح. وش عندها؟ عندها تروا دواك، ايه عندها ثلاث اصابع فقط منها طويله التي تحمل غشاء الجناح، راها ثلاث واق بورتون دي غشاء الجناح، صح. اباريسيون دو بريشتيك بيا بريشي كي اي انوس. واش معناته هذا كي انوس؟ قالك ظهور عظمة العارضة، وهذا الأوز هذا عظمة العارضة هذه هي اللي تسمح بتثبيت عضلات الجناح. ايه بيرميتو كيني فيكساسيون دي ميسكل الير، صح. ليوازون سون اوموجين، عفوا هومو هوميو تير. اش معناها؟ عندها من 40 42 درجة. قالك الطيور هي ذات الدم الحار، صح. فيفر سون نيمبورت كيل كليما، تعيش في اي جو في اي كليما مناخ. لو بروبلام سون بوتي تاي اون بورتي نيمبورت كي تمبيراتور، قالك المشكل تاعها انها صغيره الحجم ولذلك الحراره ما تكفيهاش، فهمت. وباش تعوض الحراره دونك كومبونسي سيت بورت دو كي شالور اون سو نوريسون سواف. اش معناها؟ قالك باه تعوض هذه الحراره المفقوده تتغذى، تكثر من الغذاء برك. لو سيستيم ريسبيراتوار، نظام الغذاء، عندها زوج كبد، عفوا زوج رئتين، ان بوزيسيون دورسال الظهر في الظهر، فورمو لو تيب، يجو على شكل تيب انبو، صح. ورانا ريسبيراتوار دورسال فورمو هي سونس البوال، مع ما فيهاش تجويف. Voilà son système. Et
Ra, son salon. Et pas diaphragme, diaphragme, بدون تجاؤر غشاء. صح لو سيستيم ذكر انا هنا هنا عدم 8 ل 9 من نف لويت ساك اريا اكياس هوائيه ايه كوم سوفل مثل المنفاخ صح لو توب ديجستيف الجهاز الهضمي بات دوت ما عندهاش اسنان دونك باه تتاقلم بال ايه عفوا لي تيب ديجستيف دونتي اون تروف لا بوش عندها لا بوش معناها باه تتاقلم عندها الفم و ليو زوفاج اي لا لو جابو لو فونتريكول سيكونتوري بوي لا جيسي لانتيستا الكلواك هذون وشكون هما قالك نجد عندها فم المريء المحصول البطين الامعاء واخيرا ما يجعل هذا المحصول صح المحصول هذا والله اللي يسموه الجابو هو اللي تخزن فيه الطعام صح المنقار يحل محل الباك اللي يسموه يحل محل لي دونت محل الاسنان صح دوك نروحو وين قالك لابوش ورانا هنا تيب لابوش هذا يا كلام سؤال جابون صح ورانا استنى صح اباراي اكسكريتور تروفي ان غروس ولا اورغوس لاباراي اكسكريتور تروفين ان غرون ميتانو فرو قالك الجهاز الاخراج هناك الكلية التالية وهي اللي راع الكلية صح لي ساك سونسيباروي الذكر وحده والانثى وحده لا ريبريك دي روبروديكسيو في بوندو ل روبروديكسيو في بوندو برينتو قالك عملية التكاثر تتم خلال فصل الربيع تبدأ بعرض الشواغر وبعرض الشواغر وبناء الأعشاش ووضع البيض وإطالة الأمعاء وبعد التفريخ هناك تغذية الكتاكيت هذا الكلاس تاع لي وصف الكلاس نيميرو 4 الأخير هو لي مامي فيه يحكي على الثدييات الثدييات هذو كنا نحكيو عليهم قالك سون لي مامي فير سون أمنيوت هيميو تيرم قالك هي من السلويات ذات الدم الحار عندها تترابود رباعية الأطراف إلى ورنا صح إلى أن كوكي تولي مليون كوكي تولي مليون تقدر تتأقلم مع جميع الأوساط ساكيبو ديجان تعتني بالصغار لابو الجلد لابو سي لا كوش لو بلوس اكسترن اي اون كوش كورني قالك الجلد هي الطبقة الخارجية والطبقة القرنية وهذه الطبقة تتقشر صح واش عندنا هنايا De nombreux glandes épidermiques sont présentées et sont très verrées. قالك لو نمبر صح توجد العديد من غدد البشره متنوعه للغايه ثاني الحاجه الاخرى ورانا هنا صح هنا لو بوال ايتون سبيسيفيك او ماميفار شعر يخص قبل الثدييات الحاجه اللي من بعدها لي غريفت اونغل سابو بعدها مخالب مسامير حوافر صح ومن بعدها لوكران والله الجمجمه اي بلوس سامبل كي دي ربتين مي الي بلوس كرون كار لو كافو اوغمون دو تاي قالك هي ابسط من الزواحف لكن اكبر لان حجم الدماغ راه يزداد ثاني الحاجه الاخرى اللي بعدها اون او ان
ont un palis oiseau oiseau complet. C'est-à-dire que c'est un palis complet. صح ثاني existence d'une oreille externe وجود أذن خارجية هذه صح la fonction de mastication beaucoup évolué تطور وظيفة المذخ كثيرا صح عندها ربعة أنواع كاد تيب دو دونت عندها لانكيسيف الكانين والبري مولار اي مولار وشنو هما عندها ربعة أنواع من الأسنان القواطع والأنباء الأنياب والضواحك والأضراس كاين 50 نوع 50 سنة بالنسبة لي مار سيبيو و 44 سنة بالنسبة لي بلاكتي بلاكو تير قالك 50 سنة في الجرابي و 44 سنة في المسكنات يتغير عدد الأسنان حسب النظام الغذائي مرة لو نومبر دي دون تشانجي اون فونكسيون دو لاليمونتاسيون حسب الغذاء صح لو سكيلات اكسيكال الهيكل العظمي فيه سبع فقرات ها هو راه فيرتيبري كارفيكال تاع الرحم بلوس غروند نومبر راه غروند نومبر دي فيرتيبري برونكال اي توراسيك توراسيك عدد كبير من الجذع او الفقرات الصدريه لومبير سيكري اي كودال سويفون ليفوليسيون لو ممبرات فيرتيبري برونكال بري كذلك أسفل الزكال والذيلة وبعد التطور وعدد من فقرات دوالي الساقين لو كافيتي فيسكرال تجويف الحشوي كافيتي فيسكرال وش عندنا فيه عندنا زوج فيه كاج توراسيك ولوبدومان القفص الصدري والبطن لا سيركولاسيون سيركيلاسيون اون اي اليا اون دوبل سيركيلاسيون عندها زوج دورات لو كور اي فورمي كات كافيتي ريلي دو ا دو اون اون بيتيت سيركيلاسيون يتكون القلب من اربع تجوف متصل اثنين الى اثنين هناك دوران صغير صح وهو دوران رئوي سيركيلاسيون بلو مونير اي اون غروند سيركيلاسيون سيركيلاسيون جينيرال هو الدورة الدموية العامة لي كاربو الدماغ الي فوليمينال غراس لاباريسيون دو نيو كورتاكس هو الضخم بفضل ظهور القشرة المخية الحديثة لا ريبريدكسيون لا جيستاسيون اي انترن سوف لي مونو تيرم قالك الحمل الداخلي الا في وحده المسلك لا فيكونداسيون اي ان تيرم صح لي ماميفير لو بلوس سون اي فيفي بار قالك الاخصاب الداخلي فضل المهبل القذيف الثدييات الاكثر تقدما هي ولود الاحياء والاقل تطورا تضع البيض توجد مشيمه فقط بين المولود والاحياء وبهذا ينتهي المحور رقم 8 نتاع لومبرونشمون ديفيرتيبري والحمد لله اللي ربي وفقنا باش كملنا دروس الزيولوجي علم الحيوان ان شاء الله ترقبوا بنا الجديد في المواد الاخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.